شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. كل مجتمع له نوعان من الحاجات الأولية. النوع الأول الحاجات الأولية المادية، هذه الحاجات تتعلق بالبعد المادي للبشر. البشر يحتاج إلى طعام، حتى أنبياء الله وهم قمة البشر يقول الله تعالى عنهم: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فالبشر حتى الأنبياء يحتاج إلى طعام. البشر يحتاج إلى شراب. البشر يحتاج إلى بيت يأوي إليه ويكنه من الحر والبرد. البشر يحتاج إلى زوجه. الرجل يحتاج إلى زوجه، والمرأة تحتاج إلى زوج، وإلى آخر هذه الحاجات الأولية المادية. النوع الثاني الحاجات الأولية المعنوية. البشر لا يتلخص في هذا البدن المادي، له بعد آخر وهو بعد الروح. وكما أن هذا البدن له احتياجات، الروح أيضا لها احتياجات. البشر يحتاج إلى قضايا معنوية. البشر يحتاج إلى مسجد. البشر يحتاج إلى معبد. اقرأوا كتاب قصة الحضارة، هذا الكتاب يتناول كل الحضارات البشرية من قبل ألوف الأعوام وحتى هذا اليوم. العلماء
الذين نقبوا في الحضارات يقولون لم نجد حضارة من الحضارات، حتى لم نجد مدينة من المدن إلا وفيها معبد. في هذه الحفريات التي يجرونها علماء الآثار يجدون أن كل الحضارات وكل المدن وكل القرى كان فيها معبد حتى قبل 10,000 عام، لأنه الحاجة إلى المعبد، الحاجة إلى ملجأ، حاجة أولية روحية للبشر. فالبشر إذن يحتاج إلى أشياء مادية، ويحتاج أيضا إلى أشياء معنوية. النقطة التي يهمنا البحث عنها في هذا اليوم أن بقاء هذه الحاجات، مرة تلبى هذه الحاجات، الشاب يحتاج إلى عمل، هنالك جمعية خيرية تعطي لهذا الشاب عمل، لبيت حاجته. الشاب يحتاج إلى مأوى، وفرنا له المأوى. الشاب يحتاج إلى طعام وشراب، أعطيناه الطعام والشراب، لبينا هذه الحاجات. أما إذا لم تلب هذه الحاجات، بقيت هذه الحاجات، بقاء هذه الحاجات يؤثر على التوجه المعنوي للبشر. مو فقط الحاجات الروحية، هذا واضح، إذا الحاجات الروحية ما لبيت، ما كان في البلد مسجد، ما كان في البلد حسينية، ما كان في البلد مشاريع ترتبط بالله وتوجه المجتمع إلى الله، هذا واضح. إذا ماكو هالشكل مشاريع، التوجه المعنوي للبشر يظل ضعيفاً، هذا واضح. الكلام أنه حتى الحاجات المادية إذا لم تلب، التوجه المعنوي للبشر يكون ضعيفاً، التوجه الإلهي للبشر يكون ضعيفاً. ليش؟ لأنه هذا الرجل أو هذه المرأة التي تعيش أو الذي يعيش تحت ضغط هذه الحاجة، الحاجة المادية، هذا لا يمكنه عادة إلا من شذ، إلا من ندر، أخرج النادر، هذا لا يمكنه أن يتوجه إلى القضايا المعنوية. هذا الرجل أو هذا البشر الذي يعاني من الفقر، يعاني من الحاجة، عاطل عن العمل، هذا لا يمكنه عادة أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة تخلق مجموعة من الأفراد البعيدين عن الله، البعيدين عن القيم المعنوية، الذين يعانون من عقد داخلية. اليوم الأول مشكلة، يجي بالبيت مشكلة، طفل مريض يواجه مشكلة، كل يوم مشكلة، هذه المشكلة تضغط عليه، تضغط عليه، تضغط عليه، تخلق بشر معقد. والبشر المعقد يحطم الدنيا ويحطم الدين. هذا البشر ينمو في يوم من الأيام، في يوم من الأيام يكون رجل مؤثر في المجتمع فيحطم دين المجتمع ودنيا المجتمع. طفل في التاريخ قبل ألوف الأعوام
لعله قبل 3000 عام، طفل ما إلى مأوى، ماكو واحد يربيه، أبوه غرق في البحر، يعيش في خربة خرابة. المجتمع توجه إلى هذا الطفل؟ لا. المجتمع اهتم بهذا الطفل؟ لا. الطفل الذي ينمو في خربة، أكل ما عنده، شرب ما عنده، لا توجد هنالك مؤسسات اجتماعية تلبي حاجاته، ينمو في هذا المجتمع مليء بالعقد النفسية، يشعر بحالة حقارة، يريد أن ينتقم من هذا المجتمع، يحطم هذا المجتمع. تدرون هذا الطفل في يوم من الأيام ما الذي يكون؟ في يوم من الأيام يعتلي عرش القدرة ويقول: أنا ربكم الأعلى. تعلمون من هو هذا؟ هذا نمرود. نمرود طفل، أبوه غرق في البحر ولكنه نجا، عاش في هذه الخربة، ما كانت هنالك جهة خيرية تنمي هذا الطفل. المجتمع ما توجه إلى هذا الطفل، هذه العقدة تحوله في يوم من الأيام: أنا ربكم الأعلى، ويحطم المجتمع ويخطم دين المجتمع ودنيا المجتمع. الألوف أو الملايين الذين قتلهم نمرود منو كانوا؟ أفراد هذا المجتمع كانوا. العم رحمة الله تعالى عليه يقول حول هذه الزمرة الملحدة: داسوا عفاف المحصنات لأنهم لقطاء لم يعرف لهم آباء. هؤلاء اللقطاء الذين لم يعرف لهم آباء، الذين عاشوا المهانة. هذا الرجل كان يعيش، رجل حقير في مجتمع راتبه 18 دينار. هذه العقد تتجمع فيدمرون بلدا بكامله ويدمرون البلدان المجاورة. هذا شيء طبيعي. الفرد الذي نشأ وهو يشعر بالحاجة، هذا الفرد في يوم من الأيام ينتقم من هذا المجتمع. هذه مو نظرية يقولها علماء الاجتماع فقط، يقولها الدين في الحديث الشريف: من لا معاش له لا معاد له. إذا لم يكن هنالك تكفل لمعاش المجتمع، هذا المجتمع لا معاد له أيضا. الحديث الشريف يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. أبو ذر رحمة الله تعالى عليه يقول: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه. هذا الرجل الذي يعاني هذه الحالة ليش ما ينتقم من هذا المجتمع؟ قطعا ينتقم من هذا المجتمع، لكن في يوم من الأيام إذا ما انتقم من الأب ينتقم من الابن، وإذا ما انتقم من الابن ينتقم من الحفيد، وإذا هو ما ينتقم ابنه سوف ينتقم. هذه معادلة طبيعية الله تعالى أوجدها في الكون وكشفت عنها الأحاديث الشريفة. إذن إذا ماكو هنالك جهات خيرة تتكفل تلبية الحاجات المادية للمجتمع وتتكفل تلبية الحاجات المعنوية للمجتمع، التوجه المعنوي لهذا المجتمع يكون ضعيفا. التوجه الإلهي لهذا المجتمع يكون ضعيفا.
هذا بعد من أبعاد الموضوع. البعد الثاني، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول قدوة، قدوة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي كان يصلي على السجاد، لو كان يصلي على الأرض على شنو كان يصلي؟ اسألوا كل المؤرخين بلا استثناء أي واحد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان مفروش السجاد؟ كلهم يقولون لا. مسجد أبي بكر كان مفروش بالسجاد يصلون عليه؟ لا. مسجد عمر كان يصلي على السجاد؟ لا. مسجد عثمان كان يصلي على السجاد، يعني يضع جبهته على السجاد؟ لا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يضع جبهته على السجاد؟ لا. المسجد ما كان مفروش. صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي شلون كان يصلي؟ احنا بنصلي بذاك الشكل. النبي كان يجمع بين الصلاتين أو لا؟ نعم، من غير عذر ولا سفر ولا مطر، فنحن أيضا نجمع بين الصلاتين، ماكو مانع من ذلك. النبي قدوة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله قدوة في الحج. خذوا عني مناسككم. كيف حج النبي؟ نحج كذلك. ولكن النبي أيضا قدوة في أشياء أخرى. أنتوا لاحظوا تاريخ النبي. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة، في مكة خب كان مضطهد، كان مطارد، حتى جماعة النبي كانوا يصلون خفية، يروحون في مكان مغلق في المغارة في غرفة مغلقة يصلي سرا كثير منهم، ما كان بيدش. لكن عندما جاء إلى المدينة، ما الذي فعل؟ أول ما فعل كون مؤسسات اجتماعية لتلبية الحاجات المادية والمعنوية للمجتمع. أول ما اجى إلى وين؟ إلى قباء. كم بقي في قباء؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. ولكنه في هذه الأيام الثلاثة بنى مسجداً، مسجد قباء. والله تعالى خلد ذكر هذا المسجد في القرآن في الآيات التي تقرؤونها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا المسجد مسجد قباء. ثلاث أيام صنع مسجداً. كانت أرض، مالك هذه الأرض كان يفرش فيها التمر حتى يجففها. النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى هذا المالك واشترى منه هذه الأرض وصنعها مسجداً في أول يوم من حلوله. بعدين النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى المدينة، رأى أرض لغلامين يتيمين، أرض لغلامين يتيمين، اجى إلى الولي قال له: كم تبيع هذه الأرض؟ قال: بكذا. فأخذ تلك الأرض وصنعها مسجداً، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله تعليماً إلنا هو بذاته كان يحمل الأحجار واللبن، جمع لبنه، يحملها ويبني بها المسجد. الأصحاب الأنصار المهاجرين شافوا النبي بدأ، فأخذوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل
فذاك منا العمل المضلل. ما يمكن النبي يعمل ونحن قاعدون. هم قاموا وأخذوا يبنون المسجد، وعلي صلوات الله عليه كان يعمل في هذا المسجد، ومجموعة منهم عمار ومجموعة كانوا قاعدين كالعادة. أكو بعض الأفراد يقولون الوقوف على التل أسلم، إحنا ما علينا، المهم أنه نأمن حياتنا ونأمن حياة عائلتنا، ما علينا بالناس، فليذهبوا إلى الجحيم. فأخذ علي يرتجز ويقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. هذا اللي ما عنده خلق العمل، الذي يشرد من العمل والغبار. فأخذ عمار يرتجز هذه الأبيات، واحد من هؤلاء القاعدين على التل تأثر من هذه الأبيات. من هذا الواحد؟ ابن هشام. في سيرته ما يقول من هو، ولكن واضح من هو. بقية المؤرخين كلهم حتى من العامة ذكروا من هو هذا الحائد عن الغبار، ومن يرى عن الغبار حائدا. فغضب وجاء إلى عمار وهدده بعصاه وقال: لأجدعن بها أنفك. وفعلا في يوم من الأيام عندما وصل للقدرة ضرب بها أنف عمار وكسر أنف عمار، هو هذا الرجل الذي يرى عن الغبار حائدا مسجدي. ثم بنى مسجدا ثالثا المدينة الصغيرة، ورابعا وعاشرا. بنى النبي صلى الله عليه وآله في هذه الفترة القصيرة في هذه المدينة الصغيرة 52 مسجد، 52 مسجد. اقرأوا أسماءها كلها في كتاب البشرى، مذكورة واحدا واحدا: مسجد قبى، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، مسجد القبلتين، مسجد رد الشمس، مسجد الإجابة، مسجد الفضيخ، إلى آخر المساجد. 52 مسجد في هذه المدة القصيرة في هذه المدينة الصغيرة، لأن المجتمع يحتاج إلى مساجد، المجتمع يحتاج إلى مكاتب. النبي صلى الله عليه وآله، راجعوا هذا الكتاب، كتاب البشرى ببعثة البشير محمد. صنع في المدينة مكاتب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، كاتبها بالتفصيل واحدا واحدا. إحنا إذا ما صنعنا مساجد، إذا ما صنعنا حسينيات، إذا ما صنعنا مكاتب لتعليم الأطفال، من الذي يعلمهم؟ من الذي يلبي احتياجاته؟ البعد الثالث: هذه القدرة التي بأيدينا سوف تنتهي يوماً. كلنا وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. بعد يوم يعلنون أن فلان انتهى، كنا نقرأ هذه القضية في المطول أو في حواشي المطول. يقول: معاوية كان مريض على أعتاب الموت، ولكن من يحب أن يموت؟ الكل يهرب من الموت. فقيل له إن فلان، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يريد أن يدخل عليك، فأراد أن يظهر ذاته قويا. قال: جيبوا لي المشط، فمشط شعره، وجيبوا لي الكحل فاكتحل، لأن الاكتحال مندوب للرجال،
لكن المجتمع الذي أعرض عن قوانين الله لا يفهم المندوبات ويبتلى بآثار ذلك، مندوب الاكتحال، لكن المجتمع لا يتقبل ذلك ولا يتحمل ذلك ويلاقي نتائج إعراضه عن سنن الله، فاكتحل وقال جئوني بالدهن ودهن شعره، ثم جلس في مكانه وقال بتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، أنا قوي أنا باقي. فقال ذلك الصحابي ولعله عبد الله بن عباس: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما في نفع. وين راح معاوية؟ راح. الخيرون يموتون والأشرار يموتون ولا تبقى إلا هذه الآثار. صاحب هذا المسجد رحمة الله عليه إذا كان يصنع هذا المسجد أو لم يكن يصنع هذا المسجد مات وذهب وتحول إلى تراب. لكن تعلمون الآن أكثر من 20 عام يصلي المؤمنون في هذا المسجد وفي بقية المساجد، كل ركعة يصليها مصلٍ في مسجد، لو اجتمعت ملائكة الرحمن كلها على أن تحصي ثواب ركعة واحدة ما أحصته. صاحب هذا المسجد شريك في ثواب كل هذه الركعات من أكثر من 20 عام ولعله إلى أكثر من 200 عام ببقاء هذا البناء. حقيقة هذا مو تعقل أن واحد يهتم ويبذل شيئا من قدرته لكي يخلد لذاته هذا الأثار. مو حيف واحد يموت ولم يخلف في هذه الدنيا شيئا، لم يخلف حسينية، لم يخلف مسجدا، لحظة واحدة في طلب العلم في مسجد أو حسينية أو أي مكان آخر أفضل عند الله كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. من أفضل من ختم القرآن 12,000 مرة. يعني واحد مؤمن يجي يسأل مسألة شرعية في لحظة، هذه المسألة أفضل عند الله من ختم القرآن 12,000 مرة. يعني إذا تختم يومية قرآن واحد كم سنة يصير؟ إذا يومية تختم قرآن واحد 8 ساعات تقعد وتختم قرآن كم سنة يصير؟ 12,000 مرة، 36,000 سنة تقريبا. مو تحقيقا تختم القرآن لحظة واحدة مسألة واحدة أفضل عند الله من ذلك في هذا المسجد وفي بقية المساجد وفي بقية الحسينيات. مسألة واحدة يسألها مؤمن التي هي أفضل عند الله من 12,000 ختمة قرآن، كلها صاحب ذلك البناء شريك فيها. حقيقة مو حيف واحد لأعذار واهية أو لعدم التوجه يترك هذا الخير الكثير ويخرج من الدنيا صفر اليدين. هذا مو حيف، هذه مو غفلة، هذا مو عدم توجه. من مات وخلف ورقة علم كانت حجابا بينه وبين النار. مو حيف واحد يموت ولا يخلف ورقة علم ولا يخلف كتابا يطبعه لأعذار واهية لغفلة لأنه ما عنده خلق. مو حيف هذا. هناك واحد يروح يقول يا ليتني قدمت لحياتي. مجموعة من المؤمنين المهتمين أرادوا أن يصنعوا حسينية في كربلاء، الحسينية الطهرانية،
ولعل كثير منكم شاهدوا هذه الحسينية بقرب حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. عمل الخير يحتاج إلى همة، ولا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى عمر. هم راح إلى واحد من التجار واسمه الحاج محمد حسين الكاشاني. هذه القضية أنقلها من كتاب عاصر ذلك الحاج، الحاج محمد حسين الكاشاني. راحوا قالوا له احنا نريد نصنع هذه الحسينية. قال جيد، جزاكم الله خير. قالوا له كم تبذل؟ قالوا انت قدر، انت قل كم تبذل. ثم واحد منهم نادى الخادم، قال روح جيب. القضية طبعا تنقل بأشكال، هذا الشكل من الأشكال، لكن المفاد العام واحد. قال للخادم روح جيب دفتر تشيكات الحجي حتى يكتب، روح جيب نظارة الحجي حتى يكتب، لأنه كان نظره ضعيفا. فقال الحاج إني لا أضع النظارة في أمر الإمام الحسين، إيش قد ما تردون أنتوا كتبوا، لأن إذا هو واحد يكتب لعله يستصعب المبلغ. أنتوا كتبوا، أخذوا هذا الدفتر واكتبوا ما تحبوا. يقول أعطانا الدفتر ونحن تشاورنا كم نكتب، فكتبنا أكثر ما يمكن في ذلك الوقت، كتبنا المبلغ أكثر ما يمكن، ونحن على خوف وعلى وجل أنه لا يتقبل ذلك. ثم أعطيناه، قال كم كتبت؟ قلنا كذا من المبلغ، فوقع عليه بلا تأمل، وبنيت الحسينية الطهرانية. الحاج محمد حسين الكاشاني كان يفعل هذا العمل أو لم يكن يفعل هذا العمل، كان يموت وكانت ثروته تنتهي، ولكنه أبقى لنفسه ثوابا دائما عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان رجلا كان أو امرأة، شيخا كان أو شابا، يمكنه أن يساهم في عمل الخير، فيجب عليه أن يساهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار تحفظ دين المجتمع وتحفظ دنيا المجتمع وتؤمن للعامل بها آخرة جيدة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفق المؤمنين لهذه الأشياء أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير.